نشير إلى ما يظهر على شاشتنا من خبر عاجل عن سقوط صواريخ في مدينة نهارية كما تذكر القناة 12 الإسرائيلية، وكما يظهر في الصور التي نتابعها الآن من نهارية. هذه الصور قبل قليل لآثار سقوط صواريخ في مدينة نهارية. أنا بالم سينيغال أنا بالم سينيغال أنا بالم سينيغال أنا بالم. كانت صفارات الإنذار قد دوت في الجليل الغربي، ونشاهد أثار سقوط الصاروخ في نهارية قبل قليل، وقد اندلعت النيران على ما يبدو في مرآب أحد المنازل كما يظهر على شاشتنا الآن، علما أن صفارات الإنذار كما ذكرنا كانت قد دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي للتحذير من سقوط قذائف صاروخية، وهو ما حصل بالفعل في مدينة نهارية. هذه التطورات في شمال إسرائيل تأتي في ظل الحديث عن أو في ظل التسريبات عن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون 36 ساعة وفقا للتسريبات. حتى اللحظة لم يعلن رسميا عن ذلك، فقط هناك تفاؤل في أوساط لبنانية وأمريكية وفرنسية دون الجزم بإمكانية الوصول إلى هذا الاتفاق، علما أن إطلاق الصواريخ هذا كان سبقه في الجانب الآخر أكثر من 12 غارة إسرائيلية استهدفت طوال النهار ومساء اليوم مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث كثفت إسرائيل غاراتها إضافة إلى استهدافات أخرى خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت. الآن نتابع سقوط صواريخ وإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وسقوط بعض هذه الصواريخ في نهارية، وكما تؤكد وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن أضرارا مباشرة وقعت في نهارية جراء الرشقة الصاروخية الأخيرة. إذن نحن نتابع أيضا ما كان يحصل في سماء نهارية من اعتراض للصواريخ التي أطلقت باتجاه الجليل، ولكن واضح أن هذه الاعتراضات لم تنجح في منع وصول بعض الصواريخ إلى نهارية، وكما نتابع قد وقعت أضرار مادية على ما يبدو. قبل قليل أيضا نقل مراسلنا أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة النبطية في جنوب لبنان. محمد خيري الصحفي من رام الله معنا الآن. محمد، كما نتابع على الشاشة نهارية اعتراض صواريخ وسقوط بعض هذه الصواريخ ووقوع أضرار مباشرة كما تنقل وسائل إعلام إسرائيلية، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار في العديد
من مدن وبلدات الجليل الغربي. نعم حسن، يبدو أننا أمام رشقة صاروخية كبيرة من حيث عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه نهارية وشلومي وعدد من البلدات الإسرائيلية، سواء على الخط الساحلي في شمال إسرائيل وفي الجليل الغربي، وذلك نظرا للعدد الكبير للصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية باتجاه هذه الرشقة الصاروخية التي جاءت مفاجئة للإسرائيليين. نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي الذي كان ينتظر الأخبار حول توقيع اتفاق بين حزب الله وإسرائيل، ولكن الرشقة الصاروخية جاءت تماما من أجل كسر حالة الصمت التي استمرت لعدة ساعات في شمال إسرائيل تحديدا. الآن نتحدث عن عدد من المواقع في مدينة نهرية تحديدا التي تشتعل فيها النيران وتتصاعد منها أيضا أعمدة الدخان في هذه الأثناء. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن 3 مواقع حتى هذه اللحظة هي التي سقطت فيها الصواريخ في مدينة نهرية تحديدا. هذه الصواريخ يبدو واضحا بأنها استطاعت تجاوز منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وكذلك كل حالة التأهب لدى سلاح الجو الإسرائيلي. حسن، قبل عدة ساعات فقط أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن استنفار مقاتلاته في سماء شمال إسرائيل وكذلك عن حالة الطوارئ لدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وذلك لأن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن حزب الله كان سيزيد من عدد الصواريخ والهجمات ضد المواقع الإسرائيلية وكذلك المدن الإسرائيلية المركزية في مناطق الشمال تحديدا. وهذا ما جرى فعلا خلال الدقائق الماضية حين أطلق هذه الرشقة الصاروخية الكبيرة باتجاه مدينة نهرية وشلومي وغيرها من البلدات والمدن الإسرائيلية. السكان في تلك المناطق يتحدثون عن سماع دوي انفجارات كبيرة ومتعددة خاصة في مدينة نهرية وقضاء مدينة عكا. شهود عيان تحدثوا عن سماعهم ورؤيتهم للصواريخ وهي تسقط في عدد من المواقع. هذا بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي وكذلك للجيش الإسرائيلي، يعتبر فشلا أمنيا ذريعا، خاصة أن هذه الرشقة استطاعت الوصول فعلا والسقوط في المباني وإصابتها بشكل مباشر وأدت إلى اشتعال النيران وربما وقوع إصابات في مدينة نهرية كما تتحدث بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بناء على تقديرات أولية وعن شهود عيان، وذلك وسط حالة من التأهب الإسرائيلية في تلك المنطقة تحديدا. ويعتبر هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل تحد إضافي من قبل حزب الله للجيش الإسرائيلي تحديدا في ظل الحديث الإسرائيلي عن الذهاب نحو اتفاق، بينما إسرائيل لا تزال تقصف سواء في الضاحية الجنوبية وكذلك في مواقع عدة ومختلفة في جنوب لبنان بالإضافة إلى الحدود السورية اللبنانية. الآن حسن هناك وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث، الجيش الإسرائيلي أيضا لديه بيان صادر حول ما جرى الآن، هو يقول بأن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق الجليل الغربي، وذلك بعدما رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 10 صواريخ من الأراضي اللبنانية. ويعترف الجيش الإسرائيلي في هذا البيان أيضا بأنه استطاع فقط اعتراض بعض هذه الصواريخ فقط، ولكنه يشير أيضا إلى أن الصواريخ عدة سقطت في منطقة نهرية. إذن ما أطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل في هذه الأثناء هي 10 صواريخ من أطلقت باتجاه نهرية تحديدا وسقطت في مواقع مختلفة، مواقع عدة، شاهدنا ألسنة اللهب وهي ترتفع في مواقع مختلفة في مدينة نهرية وكذلك أعمدة الدخان. يبدو واضحا بأن صواريخ من العيار الثقيل التي استهدفت هذه المدينة، وذلك لما شاهدناه من أعمدة الدخان الكثيفة التي تتصاعد من هذه المناطق. وقد أقر الجيش الإسرائيلي بأنه لم ينجح إلا باعتراض بعض هذه الصواريخ، وذلك على الرغم من كثافة الصواريخ الاعتراضية التي أطلقتها منظومات الدفاع الجوي باتجاه هذه الرشقة الصاروخية. والآن تشتعل منصات التواصل الاجتماعي باللوم ضد الحكومة الإسرائيلية وخاصة ضد موقف الوزراء الذين أيدوا هذا الاتفاق مع لبنان، لأن هناك من يضغط من سكان مناطق الشمال وبخاصة نهرية وكريات شموني وغيرها باتجاه مزيد من التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية، ويبدو أن هذا ما لا
يطيقه الجيش الإسرائيلي الذي يضغط باتجاه هذه التسوية في ظل نقص الذخيرة الحاد ومساعي إسرائيل للحصول على مزيد من السلاح من الإدارة الأمريكية.